احمد ابويا انا مش مصدقه. انت عارف لو امي شافت اللي بيحصل ده في اول يوم صباحيتي هتعمل فيا ايه؟ مش هتدخلني تاني البيت. حبيبتي والله انت طيبه وعسل يا سلطان. انا بحب اعمل كده. ليه مش عايز تصدقني؟ بس ما ينفعش يعني تبقى متجوز صاحبه اكبر محلات اكل في المعز وتصحى الصبح تطبخ لها. انا بحب الطبخ من زمان، نفسي اطبخ لحد بحبه. عمري ما عملت كده. ليه؟ عشان عمري ما حبيت. امال مراتك الاجنبيه اللي انت كنت متجوزها دي ايه؟ لا خالص، دي جوازه مصلحه، فيزا وكارت واقامه وحاجه زي كده يعني. وانت كنت مسافر متلطم؟ متلطم. لا ما كنتش متلطم. ابويا الله يرحمه كان معاه قرشين كده، حوشه عمر. بس انت عارفه اوروبا وصعوبتها. تقدر تقول ان الجوازه دي كانت تقصير مسافات. طب جوازت انا وانت ايه؟ جوازتنا احنا تقدر تقول عليها محطه وصول. الف مبروك يا عرسان. الله يبارك فيك. منورين المكان كله. تسلم، ده نورك. ده كادو كده عشان الصباحيه. اول ما تخلصي كاس اجيب لك العريس ان شاء الله. كاس ايه؟ ما بشربش. كاس ايه؟ اوكي. كاس انا اذنك بس. كاس ايه يا ابو كاس؟ فرصه سعيده. ازازه الشامبين دي على فكره خساره فيك. شامبين ايه وبتاع؟ هات لبك قريب. عرق سوس يا راجل اسكت. هو في ايه؟ ما تشغلش بالك انت. ماشي. نتكلم في الجد بقى. البنت ظهرت. ما تبصليش وتعملي فيها مستغرب. انت اللي قايل بعقمة لسانك ان الحوار ده خلص ومات وانتهى. لو ظهر له ليل تاني انا وانت هنروح في 60 داهيه، وانت عارف ده كويس. طب اللي شايفها مالكش شايفها فين بالظبط؟ يقول لي في بنت افريقيه ظهرت كده كانت بتسرق اكل واختفت. المواصفات دي راكبه عليها. ما اتمزجتش؟ انت ما تسالنيش. الاجابات عندك انت. يا شريف ما انت شايف انا في ايه؟ ماشي. والبنت دي لو اتمسكت مش هيبقى في حاجه انت فيها ولا انا فيها. هنروح في 60 داهيه. تصرف عريس. خلاص هتصرف هتصرف. الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. الله يخليك. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. يا على فكره انا عارفه ان انت بتشرب. حكايه التفاح بعد امبارح دي ما دخلتش عليا. انا مش هقول لك ما تشربش عشان حلال وحرام. هقول لك حاجه تانية. لو بتعزني بجد بلاش تشرب تاني. ممكن؟ ممكن. أنا عارف إن حبيبتي ذكية وعارفة كل حاجة. عارف. وأنا مش هشرب تاني. ولو عايزين أكسر دلوقتي هكسر. لا 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 مصدقك. يلا بقى كلي. أنا عملت لك ميديم ويل.